بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 96. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن باب الحوالة، ووقفنا على قوله: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. إذا صحت الحوالة بتكامل شروطها السابقة فإنه يترتب عليها أنها تبرأ ذمة المحيل، ويكون الدين على المحال عليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فهذا يدل على أنها تبرأ ذمة المحيل إذا توافرت شروط صحة الحوالة، وأن المحيل لا يطالب بعد ذلك، بل تكون المطالبة على المحال عليه. نعم. ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه. يعتبر رضا المحيل، يعتبر رضا المحيل، لأنه لا يلزمه أن يسدد الدين من جهة أخرى، بل يسدد الدين من عنده، وإن شاء أن يسدده من جهة أخرى فله ذلك. أما أنه يلزم بأن يسدد الدين من جهة أخرى فهذا لا يصح إلا برضاه. نعم. فيشترط رضا المحيل. نعم. لا رضا المحال عليه. لا رضا المحال عليه، لأن المحال عليه يجب عليه أن يسدد الدين لصاحبه أو لوكيله. نعم. ولا رضا المحتال. ولا رضا المحتال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، لأنه لا ضرر عليه ما دام أن المحال عليه مليء، وهو الغني القادر على التسديد غير المماطل، فإنه لا ضرر عليه من قبول الحوالة، ولما في ذلك من الرفق والإرفاق بالناس. نعم. قال: ولا رضا المحتال على مليء وإن كان مفلسا. على مليء. نعم. ولا رضا المحتال على مليء، أما إذا أحيل على غير مليء، وغير المليء يشمل الملاءة بالمال والملاءة بالنفس، فالمليء بالمال هو الذي يقدر على التسديد، والمليء بالنفس هو غير المماطل، قد يكون غنيا ولكنه مماطل فيتعب المحال، فلا يلزمه القبول في هذه الحالة. إذا كان المحال عليه غير مليء فلا يقبل، يعني غير مليء بماله أو بنفسه، فلا يقبل، فلا يلزم المحال أن يقبل، لأن في ذلك ضررا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحيل أحدكم على مليء، فدل على أنه لو أحيل على غير مليء فإنه لا يلزمه ذلك. نعم. وإن كان مفلسا. نعم. يقول: ولا رضا المحتال على مليء وإن كان مفلسا. وإن كان مفلسا، يعني المحتال أو المليء؟ لا، المليء، المحال عليه قصده. وإن كان المحال عليه مفلسا فإنه لا يشترط رضا المحال. نعم. لا يشترط رضا المحال. نعم. وإن كان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به. إذن العبارة تنتهي عند قوله: ولا رضا المحال على ملي. نعم. هذا عرفناه. أما إن كان المحال عليه غير ملي بأن كان مفلسا، والمفلس عند الفقهاء هو من كان ماله دون ما عليه من الديون، من كان ماله وموجوده دون ما عليه من الحقوق،
فإن هذا هو المفلس. فإذا أحيل عليه شخص فإنه لا يلزم ذلك الشخص قبول الحوالة لأن عليه ضررا في ذلك. نعم. قال وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. ومن إذا كان مفلسا وهو يعلم أنه مفلس ورضي فإنها تصح الحوالة لأنه رضي بذلك. أما إذا لم يكن قد رضي بالإحالة على مفلس فإنه يرجع على من أحاله على من أحاله ولا تبرأ ذمة المحيل كما سبق لأنها لم تتوافر شروط الحوالة لأن من شروطها أن يكون المحال عليه مليئا. نعم. فإذا تبين أنه غير مليء فقد تخلف شرط فلا تلزم الحوالة إلا برضا المحال. نعم. قال رحمه الله ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. نعم. من أحيل بثمن مبيع أو أحيل بثمن المبيع عليه فبان البيع باطلا بطلت الحوالة في حق الاثنين في حق المحال وفي حق المحال عليه لأن الحوالة بنيت على أصل غير صحيح وهو البيع الباطل. نعم. وإذا فسخ البيع لم تبطل. إذا أحيل بثمن مبيع وكان البيع صحيحا مستوفيا لشروطه لكنه فسخ لسبب من الأسباب فإن الحوالة لا تبطل لأن البيع صحيح وتبقى الحوالة بحالها. نعم. ولهما أن يحيلا. ولهما أي لكل من البائع والمشتري أن يحيلا. فللبائع أن يحيل من أحاله فللبائع أن يحيل المشتري المشتري بالثمن على من أحاله إليه المشتري وللمشتري أن يحيل البائع على من أحاله عليه البائع إن كان قد أحاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله سبحانه وتعالى والصلح خير قال تعالى فأصلحوا بينهما بالعدل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما صححه الترمذي. والصلح خمسة أنواع. النوع الأول صلح بين المسلمين وأهل الحرب. والنوع الثاني صلح بين أهل عدل وأهل بغي. والنوع الثالث صلح بين زوجين خيف الشقاق بينهما. والصلح الرابع صلح بين متخاصمين في غير مال. والنوع الخامس صلح بين متخاصمين في مال وهو المقصود ها هنا في هذا الباب وهو ينقسم إلى قسمين صلح على إقرار وصلح عن إنكار. وقد بدأ المؤلف بالصلح عن الإقرار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. نعم. الصلح على المال نوعان. نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنس الحق. فقوله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه. أي إذا أسقط بعض الدين أو وهب بعض العين المقر بهما ولم يسقط كل الدين ولم يهب كل العين صح ذلك الإسقاط وتلك الهبة
لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه كله، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله تعالى عنه ليضعوا عنه، لكن لا يصح هذا الصلح إلا بشروط. الأول أن لا يكون بلفظ الصلح، لأن ذلك هضم للحق، لأنه يكون قد صالح عن بعض حقه ببعضه، بل يكون بلفظ الإسقاط. الثاني أن لا يكون مشترطا، بأن يقول بشرط أن تعطيني، لا أقر لك بحقك إلا بشرط أن تعطيني، لأن ذلك معاوضة عن بعض حقه ببعضه وهو ظلم. الشرط الثالث أن لا يمنعه حقه بدون أن يسقط عنه بعضه، لأنه أكل للمال بالباطل. الشرط الرابع أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه كالصبي والسفيه، لأنه تبرع فيشترط له جواز التصرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال إن لم يكن شرطا، إن لم يكن شرط الإسقاط في الصلح، قال أنا لا أدفع لك حقك حتى تسقط عني بعضه، فهذا لا يجوز، لأنه هضم للحق، لأن الواجب عليه أن يدفع كل الحق. نعم. وممن لا يصح تبرعه، كالصغير والمجنون، إذا كان الإسقاط ممن لا يصح تبرعه لم يصح الصلح، لأنه تبرع، والصغير والمجنون لا يصح تبرعهما. نعم. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، إذا كان له دين مؤجل، إذا كان له دين مؤجل أو دين حال، لأن الكلام الآن في الحال. نعم. إذا وضع بعض الدين الحال، نعم، له عليه دين حال فأسقط بعضه وأجل باقيه، فإنه يصح الإسقاط لأنه تبرع، ولا يصح التأجيل لأن الحال لا يؤجل. نعم. لا يصح ولو من الدائن؟ نعم. ولو الدائن هو الذي أجل دينه؟ أي ما يصح، لأن الحال ما يتأجل، لكن بغى يصبر عليه من ذات نفسه بدون صلح فلا بأس، أما إن تصالحوا على هذا فإن الصلح لا يلزم. نعم. قال صح الإسقاط فقط. نعم. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة. نعم. وإن صالح، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، نعم، أو بالعكس، نعم، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح. نعم. كل هذه المصالحات لا تصح، ونريد منك أن تأتي بها صورة صورة. طيب. قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس. نعم. هذه الصورة الأولى. نعم. لم يصح، لم يصح. إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا فهذه قضية ضع وتأجل، على المذهب هذا لا يصح، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تأجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز عند الجمهور. والمذهب الثاني جواز ذلك، لأن هذا من التبرع من صاحب من الطرفين، فهذا تبرع بالأجل الذي له. نعم. وهذا تبرع ببعض حقه، وليس هذا من بيع النقود المؤجلة بنقود حالة كما قد يتوهم ذلك. والراجح أنه يصح، الراجح أنه يصح، وهي مسألة ضع وتعجل. نعم. أو بالعكس. نعم. أو بالعكس، بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجل، هذه سبقت. نعم. قال إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس لم يصح. نعم. أو أقر له ببيت
فصالحه على سكناه أو يبني له فوقه غرفة لا يصح. لم يصح هذا أيضا، لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، فإن البيت يكون للمقر له كله، بناؤه وهواؤه، فلا يصح هذا الصلح لأنه صالح عن بعض حقه ببعضه، وهذا ظلم كما سبق. نعم. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية لم يصح. نعم، لم يصح هذا، لأن ذلك صلح يحل حراما، لأن فيه استرقاق للأحرار، وهذا لا يجوز. نعم. أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. كذلك لا يصح، لأن بذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، ولأنه يثبت الزوجية على من ليست بزوجة، على من ليست بزوجة له، فهو صلح يحل حراما. نعم. وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. إذا الزوجة دفعت له شيئا عن دعواه عليها الزوجية، أو العبد أو الإنسان دفع لمن ادعى عليه العبودية مالا ليترك مطالبته، صح ذلك، لأنه دفع عن أذيته ومقاضاته أمام المحاكم، فهو يتفادى التعب بذلك. نعم. ولو لم يكن لأذاه وجه؟ هذا في ذمته، إذا كان ظالما فإنه يأثم على ذلك، لكن لا بأس على الطرف الذي يطالب أن يدفع المطالبة بشيء من المال ليستريح من المطالبة. ويصح صلحا. اي نعم. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار للصلح. إذا قال المدين للدائن أقر لي بديني، أنكر الدين ولا بينة عنده عليه وأنكر الدين، فقال له أقر لي به وأنا أضع عنك بعضه، فأقر له، فإنه يلزم الإقرار بالدين كله ولا يصح الصلح، لأنه ظلم وهضم للحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. هذا الفصل في بيان القسم الثاني من أقسام الصلح، وهو الصلح عن الإنكار. فمن ادعي عليه، أي ادعى عليه شخص بعين كهذه الدار أو هذه الدابة، أو دين بأن ادعى عليه بأن في ذمته له دين، فسكت المدعى عليه، أو أنكر بأن قال ليس لك عندي شيء وهو يجهله، أي يجهل هذا المدعى به، فلا يعرف هل هذا الادعاء صحيح أو غير صحيح، فأراد أن يبرئ ذمته من هذا الشك، ثم صالح بمال عن هذه الدعوة، فإن هذا الصلح يصح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فهذا أراد أن يدفع عن نفسه التعب والمطالبة، فما يبذله من هذا المال هو في مقابل الدعوة لا في مقابل المدعى به. نعم. قال: صح وهو للمدعي. أما إن كان يعرف هذا الشيء وأنكر وهو يعرف، فهذا آثم وآكل للمال بالباطل. نعم. قال: وهو المدعي بيع يرد معيبه. وهذا الذي صالح به هو بالنسبة للمدعي بيع، لأنه عوض عما يعتقد أنه في ذمة المدعى عليه، فتترتب عليه أحكام البيع من الرد بالعيب وكذلك يؤخذ منه بشفعة، يأخذه منه الشركاء بشفعة
لأنه في حقه بيع، فيأخذه شركاء المدعى عليه إذا كان في عقار أو في دار يأخذونه منه بالشفعة. نعم. وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة. نعم. وللآخر إبراء، فلا رد ولا شفعة. وهذا المدعى به بالنسبة للمدعى عليه ليس بيعا، وإنما هو إبراء، أي مفادات للمطالبة فقط. فإذا وجد في ما صالح به عن هذه الدعوة عيبا فلا رد، أو إذا أراد طولب بالشفعة في هذا الشيء الذي صالح به عن الدعوة فلا شفعة، لأنه ليس بيعا في حقه ولا تترتب عليه أحكام البيع إذا كان شخصا من عقار، لاعتقاده أنه ليس بعوض وإنما هو ملكه لم يزل. نعم. وإن كذب أحدهما كذا. نعم. لم يصح في حقه باطنا. نعم، إذا كان أحدهما كاذبا، المدعي يعني هو كاذب في دعواه، فإنه لا يصح في حقه في الباطن فيما بينه وبين الله، فلا يحل له ما أخذه. أما في الظاهر فإنه يحكم له بما ادعاه بموجب الصلح. وكذلك إذا كان المدعى عليه يعلم أن المدعي محق ولكنه أنكره حيث لا بينة له من أجل أن يصالحه بهذه المصالحة، فهذا الصلح لا يحل له مال أخيه، وهو حرام في حقه فيما بينه وبين الله. نعم. قال: وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. نعم، كما ذكرنا أنه إذا كذب أحد الطرفين في هذا الصلح عن الدعوة فهذا الصلح باطل في حقه فيما بينه وبين الله، أما من حيث الظاهر والحكم فلا بد من ذلك قطعا للنزاع. وما أخذه من مال وهو كاذب من الطرف الآخر بموجب هذا الصلح الذي هو كاذب فيه فإنه حرام عليه، لأنه أكل للمال بالباطل. نعم. ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. لا يصح المصالحة عن حد السرقة، لأن حد السرقة حق لله سبحانه وتعالى، ليست مالا ولا تؤول إلى المال، فلم يجوز الاعتياض عنها، بل لا بد من إقامتها، ولا يجوز المصالحة عنها بعوض. وكذلك القذف، إذا قذف شخصا بالزنا أو اللواط فإن المقذوف له حق المطالبة، إما بأن يقيم البينة وهي 4 شهود يشهدون بصحة ما قذفه به، فيقام عليه حد الزنا أو اللواط، وإن لم يقم البينة فإن من قذفه يجلد 80 جلدة. فلو قال: أنا أصالحك عن هذا الجلد لأن يدفع لك كذا من المال، فإن هذا الصلح لا يصح، لأنه في إسقاط حد من حدود الله عز وجل. نعم. ولا حق شفعة ولا ترك، ولا يصح الصلح عن حق الشفعة، بل الذي له الحق في الشفعة إما أن يأخذ بها وإما أن يتركها، أما أنه يأخذ عنها مالا فهذا لا يصح، لأن ذلك لإزالة الضرر، لأن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، فإذا لم يأخذ بها تبين أنه ليس عليه ضرر فلا يجوز له أخذ العوض عنها. نعم. ولا ترك شهادة، ولا يجوز أن يصالح عن ترك الشهادة، أن يقول للشهود: لا تشهدوا علي وأعطيكم كذا، لأن هذا صلح حرام، وما يأخذه في مقابله فهو حرام، لأنه يجب أداء الشهادة لله عز وجل،
قال تعالى وأقيموا الشهادة لله. نعم وأقيموا الشهادة بالقسط شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم وتسقط الشفعة والحد. نعم إذا صالح عن الحد القذف فإن الصلح غير صحيح كما سبق، ويسقط الحد لأنه حق له فأسقطه. وكذلك إذا صالح عن الشفعة فإنها تسقط لأن تبين أنه لا ضرر عليه فلا يأخذ عنها عوضا. نعم وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره. هذه أحكام الجوار، لأن الباب معقود للصلح وأحكام الجوار. انتهى الصلح بقسمه، انتقل إلى الشق الثاني من الباب وهو أحكام الجوار. نعم قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله. نعم إذا كان لإنسان شجرة وتدلت أغصانها على ملك غيره أو هواء ملك غيره فإنه يجب عليه إزالته إذا طالب صاحب صاحب الملك الذي امتدت الأغصان إليه بإزالتها، فإنه تجب إزالتها إما بقطع الغصن أو ليه إلى ناحية أخرى لأجل إزالة الضرر عن الآخرين، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم قال فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه، إزالة للضرر عنه، وإلا فللمجاور له إذا طالب جاره بإزالة هذا الغصن الذي تدلى في ملكه وآذاه لكن أبى صاحب الغصن أن يزيله، فلصاحب الهوى أن يدفع الضرر عنه بالتي هي أحسن. فإن أمكن أن يلويه إلى ملك صاحبه ويبعده عن ملكه فله ذلك، وإن لم يمكن ليه ولا يمكن إزالته إلا بقطعه قطعه من أجل إزالة الضرر عليه، فيتبع الأسهل فالأسهل، مثل قضية الصائل، فإن المصول عليه له أن يرد الصائل بالأسهل فالأسهل، ولو أدى هذا إلى قتل الصائل إذا كان لا يندفع إلا بقتله فله ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزان. نعم هذه الشوارع التي يستطرق منها المسلمون ويستطرق منها المارة فإنها من المرافق العامة، لا يجوز لأحد أن يحدث فيها شيئا خاصا به إلا أشياء يسيرة، فيجوز في أن يفتح عليه الباب للاستطراق والخروج والدخول، لأن هذا من حاجات أهل البيوت، ولأن فتح الباب على الطريق العام لا ضرر عليه، ولا يجوز له أن يخرج روشنا، يعني يخرج شيئا دكة في الطريق، وهي العتبة الكبيرة، لأجل أن يجلس عليها، تسمى الدكة وتسمى الدكان. ولا يجوز له أن يضع روشنا أي شيئا زائدا على الطريق أو قبة على الطريق، لأن ذلك يؤذي المارة، هذا معنى قوله روشن. والروشن بناء يوضع على أطراف خشب ونحوه مدفونة في الحائط، وأما الساباط فهو السقيفة
التي تمتد من على الطريق على جانبيه. نعم. ودكة وميزاب. كذلك لا يخرج الميزاب على الشارع لأن هذا يضر بالمارة، لأنه يضر بالمارة، فيمكنه أن يجعل السيول تخرج بفتحة في الجدار يعمل لها طريقا ولا يضر بالمارة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. نعم. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.